الرسالة اللي بوجهها للاعيبة النادي الأهلي إن هم يحطوا اسم النادي الأهلي قدامهم وروح الفانيلا الحمراء معاهم، وهم متعودين على المواقف الصعبة ودايما بيظهروا في المواقف الصعبة، فأنا بقول لهم إن إحنا كلنا في ظهركم وكلنا بندعمكم جمهور وصحافة وإعلام وكله، وكلنا في انتظار إن شاء الله الوصول للدور اللي بعد كده. قريت تصريح لكابتن سعد حافظ بيقول اللي خايف مش هيروح معانا، فاحنا متعودين على لعيبه الاهلي ان هم رجاله وان هم بيبانوا في وقت الشدايد. اعتقد احنا مرينا بظروف أسوأ من كده بكتير، قبل كده تعادلنا واحد هنا مع بطل تونس وفزنا هناك، تعادلنا 0-0 هنا وفزنا هناك. المشكله اللي انا متخيلها تواجهنا هناك ان هو الجماهير، لان هو الجماهير يعني في المغرب صعبه جدا. رساله للاعبين الهدوء الهدوء الهدوء، تذكروا دايما باستمرار جماهير الاهلي وعشاق الاهلي، وتذكروا انتوا ابطال اخر نسختين، دي دايما تبقى في الذاكره، والهدوء التام. وطبعا التعامل مع الجمهور، لان التراجع بيحضروا حوالي 60 او 70 الف متفرج. الجد شويه ويعني المباراه دي لازم يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها يعني، لان يفرحونا يعني. فنصيحه ليهم ان هم يعني يخلوا بالهم، لان هم طبعا الفريق الثاني طبعا بيلعبوا في بلدهم، وطبعا هيبقى في ضغط شديد طبعا عليهم، فنتمنى لهم كده ان شاء الله ان ربنا يوفقهم ويفرحونا يعني.